عن قيام الدولة الروسية بمنح بعض من الأسلحة الأمريكية التي حصلت عليها جراء الصراع مع الدولة الأوكرانية، وغنمت بعض من الصواريخ، صواريخ جافلين، صواريخ أيضا ستينجر المضادة للطائرات. صواريخ جافلين هي مضادة للدبابات، ويتحدثون عن قيام إيران بتسلم هذه الأسلحة وعمل نوع من أنواع الدراسات الهندسية العكسية. هل برأيك هذا الأمر يؤثر على مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا، على الإطلاق. يعني هذه الأسلحة ليست أسلحة جديدة، يعني تم استخدام صواريخ ستينجر على سبيل المثال في الثمانينات القرن الماضي، وصواريخ جافلين يعني تكنولوجيتها أيضا تكنولوجيا قديمة. لكن يعني والريفرس انجينيرينج أو الدراسات الهندسية العكسية، إيران مشهورة بيها إن هي بتحاول تاخد هذه الأسلحة وبتحاول أن تصنع مثلها. لكن على الجانب الآخر أيضا، يعني الحلفاء يعني تم الحصول على صواريخ اسكندر والعديد من الدبابات الروسية الحديثة التي تم الاستيلاء عليها، تم إرسالها أيضا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية لمعرفة كيف تعمل هذه الصواريخ، خصوصا مع تفوق روسيا تحديدا في مجال الصواريخ. فتم تجميع العديد من الصواريخ الروسية وتم إرسالها للولايات المتحدة الأمريكية، وبالفعل ساهمت بشكل كبير جدا في يعني ربما تحسين الصواريخ الأمريكية وتقريب الفجوة التكنولوجية بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الصواريخ الطويلة المدى والبعيدة المدى الذي تتفوق فيه روسيا على الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي. فده الحقيقة بيحصل بين الطرفين. روسيا بتحصل على بعض الأسلحة الغربية وبتحاول يعني تصنيعها، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بيحاولوا أيضا الحصول على الأسلحة الروسية، ويحاولوا أيضا فك شفرات هذه الأسلحة ومحاولة يعني نسخها يعني كما يقال.